النادر أمال الداهش والدفاع الداهش الأم أمال المالك كامير مواسي ستكون بقيادة الخيال زنور أمال الداهش طبقة محمد النادر يركبها. إذا أحد مدربي الصباط الأزرق سيمتضي أمل الداهش بعمل تدريبي في هذا الشوط بعد انسحاب بقية المهرات المشاركة معها. قررت إدارة ميدان فرسان قنا الجليل أنها ستقوم بعمل تدريبي وتتوج كبطلة لشوط الإناث. الهلال هذه أسماء الخيول المشاركة في المجموعة القادمة، كونوا على استعداد لتعديد عمل التدريبي. تيمور الهلال بسم الله ما شاء الله تبارك الله داخل أرضية الميدان ما شاء الله تبارك الله. أتمنى له ولجميع المشاركين التوفيق والنجاح والسلامة. طبعا أمل الداهش بالجهة الأخرى من الميدان بسم الله ما شاء الله مع محمد النادر. سحب واحد انتو حبش. كما ذكرنا أمل الداهش بقيت وحيدة تشارك في هذا الشوط، فقرروا الملاك سوية مع إدارة مهرجان وسباقات قنا الجليل كفر كنا أنها تقوم بعمل تدريبي وتتوج في هذا الشوط. صوت الإناث الفئة الأولى 2018 جيل السنتين بسم الله ما شاء الله نراها مقبلة إلى المنعطف الأول مع الخيال أحد مدربي اسطبلات الأزرق محمد النادر غريف. الآن عند الخط المستقيم عند دخولها الخط المستقيم أمل الداهش مع الخيال محمد النادر من اسطبلات الأزرق للتدريب للمالك أمير مواسي. جميعا شباب وين التصفيق لأمل الداهش بطلة هذا الشوط ستتوج إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله صلى الله على النبي. داهش بطلة هذا الشوط بكل استحقاق مع أحد مدربيها وخيالها زنور محمد النادر عمر من اسطبلات الأزرق أمير مواسي يستلم كاس بطلة الشوط أمل الداهش. تصفيق آخر يا شباب الله يرضى عليكم مبروك ألف مبروك إن شاء الله نشوفها بطولات أخرى.